كابتن علي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ايمن. قبل ما ابارك طبعا جماهير النادي الاهلي وكان النادي الاهلي كله، بقول طلائع الجيش هارد لك. مباراه ممتازه، مباراه كبيره، اديته بشرف حتى وانتوا ناقصين عدد. مبروك، واكيد ان شاء الله الاداء طلائع الجيش هيبقى مختلف الموسم القادم. اما النادي الاهلي، اول في الف 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 مبروك طبعا مجلس ادارته، كابتن محمود الخطيب، جماهيره العظيمه، لعيبته، اداريين، كل من ينتمي لهذا النادي العظيم، مبروك. بطوله اضافيه زي ما اتكلمنا كلنا في الاستوديو قبل المباراه، ان هي مباراه الكؤوس صعبه ودايما بيحصل فيها حاجات غريبه مش متوقعه. الماتش هيخلص ما بيخلصش، تعادل، ضربات جزاء، بنضيع، احنا كمان بنضيع، لكن في الاخر الحمد لله رب العالمين. بطوله غاليه في صعوبتها ايمن. بتفكرني صحيح. بالبطوله بتاعت 84 بتاعت المصري كانت صعبه برده، كنا خسرانين وكده. فالف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره مره ثانيه وكل اللعيبه والجهاز الفني، ويا رب ان شاء الله نبارك في السوبر افريقيا ان شاء الله رب العالمين.